السلام عليكم، معكم سمير تركيا. شو بغينا نعرفوا اش كاين؟ معايا خويا عادل من فرقه اش كاين اللي تشرفنا شرف الكبير اللي زارنا هنايا في اسطنبول. بزاف ديال المشاهير اللي جاوا عندنا وكنتمنوا ان شاء الله اليوم يعطينا كلمة ديالو. شنو هي الحاجه اللي خلاته باش يختارنا كي جا السيرفيس في لا كلينيك من نهار دخل اسطنبول حتى اليوم؟ بغينا نعرفوا الارتسامات ديالو ديال السي عادل. السلام عليكم. صمت بين اول حاجه بدا اللي خلاتني نجي وانني عرفت بان يعني كلينيك ديال كان مزيان، واحد الدكتور اللي هو كلاسي الاول في اوروبا والثاني عالميا. والاستضافه اللي كان خويا سمير، انا كنعرفك ضايع مع الناس ما كاينش يعني استقبال منين نزلنا من الطياره، وداك الشيء زوين ما نكذبش عليك، يعني استقبال حار. دخلنا بسميتو وصلنا للوطيل بخير، دخلنا لهنايا جينا لا كلينيك، داكشي مستوى عالي يعني فسميتو. وهذا هو اللي خلاني حق الله لينا، حنا لينا فرحانين من جينا لهنا. مرحبا بك، وهذا شرف لنا كبير بانك زرتينا، وحنا كنا كنسمعوا الموسيقى ديالك ملي كنا صغار، واخا ما كاينش فرق كبير بيناتنا ولكن كبرنا مع بعضياتنا. وعادل من الناس يعني اللي عزيز على المغاربه بزاف، وانا خصوصا عزيز عليا بزاف، من الناس القلب الكبير، ولكن تعرفت عليه دابا ديريكت. يعني واحد الانسان اللي كنتمنى كاع المغاربه يتعرفوا عليه ديريكتوم اكثر ما يتعرفوا عليه غير على التلفزيون. سي عادل، بغينا نعرفوا يعني الناس اللي كيشوفونا من ناحيه ديال لوبيراسيون، يعني واش هذاك الشيء اللي كنتي كتوقع هو اللي لقيتي، ولا لقيتي قل ولا اكثر، ولا شنو لقيتي؟ لا توقعت كان احسن كاع من داكشي اللي كنت كنتوقع، فهمتي؟ يعني الانسان ملي غيوصل لهاد الكلينيك، ملي غيدخل من الباب هو فواحد يعني فواحد استقبال واحد زوين. الناس اللي المكلفه كتكون تبارك الله عليهم، ناس خدامين، ما كاينش يعني ساتيسفي 100%. الحمد لله. ومن ناحيه العمل العمليه، من ناحيه العمليه يعني كان شي وجع، شي حاجه حسيتي بشي حاجه في العمليه؟ لا شويه، انا كان عندي شويه، انا ديجا يعني احساس عندي بديك الليبره ديال البنج في الاول. هذا هو اللي كان بزاف. اسمح لي قاطعتك، ان بزاف ديال الناس كيتخوفوا من العمليه، فهمتيني؟ كاين بزاف ديال الناس كيتخوفوا من العمليه، كيشوفوا الدم وكيشوفوا كذا، كيتصحاب بان راه صعيبه بزاف. شنو الرساله اللي توصل لها؟ لا شي ساهل. شوف يعني نبغي نقول لكم انا نصيحه ليا، انا في الاول حتى انا ما يعني ما كانش عندي مع هذا الشيء، كان واحد عندي واحد الصديق ديالي حتى هو كان جا ودار واحد العمليه وهذا، عطاني واحد الفكره مي، فاش جيت لقيتها اسهل يعني من داك الشيء اللي كنت نتوقع. يعني الانسان اللي بغى يعني زعما راه ما كاينش مشكل، يعني اللي بغى يصوب راسو ولا يصوب يعني يدير زاد الزراعه ولا شي حاجه، ما كاينش مشكل نهائيا. كنبغي نشكرك بزاف، شرف لينا القدوم ديالك. الله يوفقك، انا شرف لينا. كنبغي نقول لكاع المغاربه مرحبا بكم في اسطنبول عند خوكم سمير تركيا في اي وقت، وشرف ليا بانني نخدم اي مغربي.